مع احترامي لرأيه ومع احترامي لتوجهاته أو حتى الهدف من هذا. أنا ما أجد اليوم في حاجة لهذا التطبيع. ماذا نستفيد من التطبيع مع إسرائيل؟ هل اليوم إحنا محتاجين إلى ثقافة إسرائيلية، إلى فن إسرائيلي، إلى اقتصاد إسرائيلي، إلى أمن إسرائيلي؟ ماكو شيء يربطنا في إسرائيل، لا عقائديا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا دم ولا مبدأ مع إسرائيل.